فيلمنا بيبدأ بواحدة بتولد، والدكتور والممرض كانوا مستغربين من المولود، وبيكون طفلة شعرها نص أبيض والنص التاني أسود، وبيكون اسمها ستيلا. واحدة عجوز بتقول لها شكل البنت مؤسف وغريب، وبتكون القلادة دي لو خلعتها هتموت. وبتكبر ستيلا، وأول يوم ليها بالمدرسة مش بترضى تلبس القبعة وعايزة تكون على طبيعتها، وبتتعرف على زميل في المدرسة وهو مش بيرضى عشان شعرها، وبيجي ولد أسود بيكون معجب بيها وبيرمي عليها البانة، وبتضرب الولد وبتطرد من المدرسة، وكل مدرسة تروحها طرد منها لحد ما امها تقرر تاخدها وتسافر لندن. وبتقول ام ستيلا لستيلا ان في صديقه هتساعدهم على العيش في لندن، وبتوصل ستيلا للقصر وامها بتديها عود وتقول لها ما تنزليش من العربيه، وستيلا مش بتسمع كلام وبتنزل وبتكون جوه ترابيزه التورته والكلب معاها، والكلب بيسيبها وهي تروح تدور عليه، وبيمسكها واحد من الحراس وبيلاقي شعرها ابيض واسود، والكلب بيعض الحارس وستيلا بتهرب منه، وبتلاقي تلات كلاب بيهوهوا عليها وبيجروا وراها، وهي تمسك في المرجحة وبتهرب من الكلاب، وبتاخد الكلب بتاعها وبتجري وبتنده على امها ومش بتسمعها، وتستخبى من الكلاب، والكلاب بيوقعوا امها من فوق الجزيرة، وبتكون امها ماتت، وبتكون بتعيط على امها، وبتهرب ستيلا والعود بيقع منها، وبتكون فوق السور وبتنط على العربية ماشية، وبتوصل لندن وبتكون عند النافورة وبتعيط، وبتصحى ستيلا بتلاقي ولدين وبيكونوا يسرقوا وبتتعرف عليهم، وبتيجي الشرطة وبيهربوا الولدين، وستيلا بتهرب وراهم ومش عارفة تروح فين، والكلب بيوريها فتحة تعدي منها، وبتدخل نفق تحت بيت، وبتوصل ستيلا فوق السطح وبتنط هي كمان من فتحة السطح، والولدين بيسألوها عن عائلتها وهي بتقول لهم ماما ماتت، وبتكون بتعيط وبتقرر انها تصبغ شعرها، وبتكون كبرت هي والولدين اللي اسمهم التخين هوراس والرفيع ستيف، وبيكونوا التلاتة بيسرقوا في الاوتوبيس، والكلب بتاعهم رابط عينه زي توفيق الدين فأفلام فريد شوقي، الكلب بيرمي المحفظة في شمسية هوراس، وستيلا بتكون ماشية مع ستيف وكانت بتصمم ملابس تقليدية وتسرق وهي نايمة، وراس وستيف بيحتفلوا بعيد ميلادها، وستيف بيديها ظرف في عقد وظيفة وبيقولوا ليها الأميلة شارلي هناك، وبتكلم أمها عند النافورة وبتقول لها لقيت فرصتها، وبتوعدها تاني إنها هتبعد عن المشاكل، وبتوصل ستيلا مقر عملها وبتطلع وظيفتها عاملة نظافة، وبتكلم رئيستها إن عندها أفكار في تصميم الملابس، وبيقول لها لا تتجوزي بنود العقد إنك عاملة نظافة، وبيكون نفسها تشتغل مصممة أزياء، وبترجع تاني تكلم رئيسها إنها بتعرف تشتغل بالإبرة كويس، وبتطلب منه يعدل في وظيفتها، وبيقفل الباب في وشها، وبيجي أصدقاء السوق ليها وبتقول لهم هترجعوني للشقة تاني، وبتقول لهم ما تدخلوش من الشباك، وبتمشيهم وبترمي الزبالة وبتتقلب عليها، وبتحاول تفتح الباب ومش بيتفتح، وبتدخل من مكان من الرئيسي، ورئيسها بيقول لها في قطعة موز على خدك وبتاكلها، وبيقول لها روحي مكتبي دلوقتي حالا، وبيعاقبها إنها تنظف مكتبه، وبيقول لها لما تيجي بكرة يكون عقلك معاكي، وهي بتقول له عقلي مش حاضر علشان ملابس الشغل ضيقة، وبتكون خلصت التنظيف وبتاخد الشمبانيا من مكتب رئيسها وبتشرب كل الإزازة وتبهدل المكان، وبتكون نايمة واصحابها بيصحوها بيقول لها نايمة ليه في مكان الملكان، والناس بيكونوا شايفينها كلها، وبتصحى تلاقي مبهدلة المكان، ورئيسها بيتصدم من اللي عملته، وبتيجي الأميرة بارونا وبتسألها ايه اللي حصل للعرض برا، وبيمسكوا ستيلا وبيقولوا لها هي اللي عملت كده، وبتخلي مدير أعمالها يدي ستيلا الكارت بتاعها وبيحطه ببقها، وبتقول الأميرة ان ستيلا بوظت العرض، وبتهرب ستيلا مع اصحابها والكارت ببقها، وبتكون قاعده سعيده لان معاها ميعاد مع الاميره، وبتوصل الاميره وبتلاقي الكل شغال ومصنع تصميم ازياء كبير، وبتيجي الاميره تتكلم وبيكون العمال مش بيتحركوا، وبيقول لها روحي اختاري تصميمك اللي هيتعمل النهارده، والاميره بتتفرج على التصميم وتمسك موس الحلاقه وتقطع ازرع الفستان، ويتمسك ايد ستيلا بتطلب قماش احمر زي لون دم ستيلا، وستيلا وهي في الشارع بتشوف فستان لونه احمر، والأميرة بتنادى على ستيلا بالفتاة القذرة إنها تجيب لها الغداء، وستيلا بتكون واقفة بالأكل ومش عارفة تحطه فين، وبتكون مبسوطة من ستيلا وبتقول لها المحامي الفاشل، وبيكونوا في العربية وستيلا بترسم تصميم فستان، وبتكون بتشرح لستيلا عن كيفية تصميم الفستان وبتوريها التصميم، وبتديها الأميرة تقدير إنها هيكون لها شأن كبير في المستقبل، وبتقعد عند النافورة تتكلم مع أمها لأن أمها قبل ما تموت وعدتها إنها تشرب شاي معاها عند النافورة في لندن، وبتقول لها انها نجحت في اول شغل ليها وبتحاول تنفذ وصية امها، وهي قاعدة مع الاميرة بتشوف قلادات امها لبسها، الاميرة بتقول لها دي ورثاها عن عيلتها، وبتقول لها ان واحدة زمان سرقتها منها وانها بتكون غضبانة منها لان دي قلادة امها، وبتكون زعلانة، وبيجي اصحابها وبتقول لهم ان الاميرة وصفت امها باللصة وانها فاشلة، وتقرر انها تسرق القلادة وتشرح لهم ازاي هتسرق القلادة، وبتقول لهم على ميعاد نومها والكاميرات واماكن الحراس، وهتسرق القلادة فأثناء
اثناء الحفله، وستيلا مهمتها تعمل فوضى في الحفله، وستيف بيقول لها ممكن تعرفك وتطردك من شغلك، وبتقرر تخلي حد تاني مكانها. وستيف بيدخل من المجاري عامل نفس موظف حشرات، ويخلي الكلب يفط على الحارس والحارس يدخله، وستيف بيخلي صور الكاميرات ثابته، وستيلا بتيجي توقع كل المشروبات وبتلفت الانظار ليها بلبسها الجميل، وبترمي عود الكبريت يتغير لون فستانها للاحمر، وبتضرب الحراس والقلاده تطلع مع الاميره، وهورس بيتمسك وتقعد تتكلم مع الاميره، وستيف بيحط فران في الاكل وبيقدم الحله، وتنط الفران على الاميره، وستيلا بتسرق القلاده من صدرها وبترميها للكلب، والفران بتكون مالت الحفله، وهورس بيقع على التورته، وتعرف ستيلا ان الاميره هي اللي قتلت امها لان معاها صفاره بتتحكم في الكلاب، وبيهربوا وبتشغل العربيه وبتدخلهم وبيهربوا وبتدمر كل حاجه في الشارع، وبيكون ده بسبب لانها مصدومه ان امها اتقتلت مش ماتت بحادث، وبتقول لصديقها ان الاميره هي اللي قتلت امها بصفارتها، نادت للكلاب وبترجع ستيلا ان لوك بتاعها انها تكون منافسه ضدها، وبتقرر انها تخطف الكلاب لان في كلب اكل القلاده، وبتقابل الصحفيه، وبتطلع الصحفيه انها زميلتها اللي كانت معاها في المدرسه، وان ستيلا وستيف بيخلوا الكلب يجيب الكلاب داخل العربيه وبيقفلوا عليهم، وستيلا بتروح لصاحب المحل اللي عامل نفسه ست اكل العيش مر، وبتروح معاها البيت، والاميره بتحاول تعرف مين صاحبه الشعر الاسود والابيض، وستيلا بترجع شغلها، والاميره بتطلب شغل جديد، وستيلا بتكون فتحت مصنع تصميم للملابس، وبيروحوا يخربوا حفله الاميره بالموتوسيكل، والحفله الثانيه بتكون حاطه اسمها على معرضها، وبعدها بتركب على عربيتها باكبر فستان في العالم، والصحافه تصورها، والاميره الشغل نام عندها بسبب تدمير ستيلا كل تصميماتها بالنيوليك بتاعها، وستيلا بتقول لها انها غضبانه، والاميره بتقول لها كلابها مخطوفه والحن نام، وكمان اللي اسمها كرويلا اللي تظهر وتختفي، والاميره بتطلع ذكيه وبتراقبها، وبتلاقيها بتصمم وبتشوف التصميم وبتاخد التصميم اللي عملته، وبيكون التصميم جميل، وبتيجي عربيه زباله تقف قدام الاميره وبترمي مجموعه ملابس، وبتكون ستيلا بنيولوك جديد، وبيكون مجموعه الملابس ديل الفستان، وبتطرد المحامي وتروح تهدد الصحفيه، وبتلاحظ ستيلا وهي بتسرق منها احتياجات التصميم، وبتكون انها ذكيه لانها صممت للاميره، وبيعجب الاميره بالفستان وبتعزمها، والجرسون مش عارف يفتح الازازه، وبتفتحها الاميره في عينه، وبتقول لها انها عايزه تخلص من كرويلا، وبيروح ستيف وهورس المتجر بتاع الاميره علشان يتاكدوا انه نايم، وبيوقع الملكان وبياكلوا الشيبس منه وبيشدوا شعره وبيختفوا، وتاني بتلاقي ستيلا الاميره بتنقل كل الفساتين بسبب اللي حصل من ستيف وهورس، وبتحط الفساتين في الخزنه، وستيلا معاها ابره، والاميره في الحفله بتقول الحارس انه يحجز ستيلا في المكتب، والحارس بيقول لها انها مش كرويلا، لكن ستيلا بالابره بتكون بوظت قفل الخزنه اللي فيها الملابس، والناس مستنيه عرض الازياء، وبيفتحوا الباب بيلاقي فيضان من الحشرات وبيهجم على الحفله، والناس تسيب الحفله وتهرب، والحفله باظت والفساتين باظت، والناس اللي في الحفله بيلاقوا حفله كرويلا عند النافوره، وبيلاقوا كرويلا بتغني وتعمل اجمل عرض ازياء بجلود الكلاب، الاميره والبوليس بيفرقهم، وكلب ستيلا بيدور عليها، وستيلا بتدخل مطعم وبترجع البيت، وبتلاقي الاميره ربط اصدقائها وربطتها ولعبت في البيت كله، والكلاب بيحاولوا ينقذوها، والبيت كله اتحرق، واعلنوا الصحافه انها ماتت لكن بتطلع عايشه، واللي انقذها الحارس الشخصي للاميره، وبيديها القلاده، وبيطلع مفتاح، وبيكون في صندوق وبتفتحه، وبيقول لها الحارس ان الاميره امك، ولما ولدتها شافت شعرها امرت الحارس يقتلها، لكن الحارس ادى الطفله لواحده اسمها كاترين كانت بتشتغل خدامه، وبيقول لها ان هي الوريث الشرعي للبارون، وبتكون مصدومه من اللي عرفته، وبتاخد موتوسيكل الموظف في البريد وبتمشي بيه، وبتروح عند النافورة، وبتكون مش متوقعة ان عدوتها امها، والضابط بيقول الأميرة انهم ملاقيوش جثة كرويلا، واصدقاء كرويلا محبوسين، وبتهجم كرويلا على السجن بالعربية وتكسروا، والكلب بيروح لاصدقاء كرويلا طفشت القفل، والشرطة بيجروا وراها وبتسد طريقهم، واصحابها بيهربوا، واصدقائها بيكونوا مش مصدقينها، وبتقول لهم انهم عائلتها، وبتروح للراجل اللي عامل نفسه ست، وبيبدأوا الشغل من جديد، وبيوزعوا الملابس بالمجان على الناس، والأميرة بتقول له انها طلبت منه انه يهتم بيها، والحارس
بيقول لها كنت مش عارف اعمل ايه ولا قصدك اقتلها، وبتكون مشددة الحراسة، وبيجي حارس يمسك واحدة وبيلاقيها مش هي، وبيمسكوا كل واحدة تيجي عاملة لون شعرها وتطلع مش هي. وبتتصل كراولا بالشرطة وتقول لهم انهم في سطو مسلح في الحفلة، وبتكون وسط الناس واصحابها بيكونوا زي الحراس، والكلام الحرس انهم لقيوها، والحراس بتسيب الحفلة، وهورس بيكون عامل نفس قصتها وبيقفل الباب، والاميرة بتلاقي كل الحفلة عاملين زي كرويلا وبتكون مصدومة، وبيكملوا قفل الباب، والاميرة بتحس بحاجة غريبة، وبتظهر كرويلا وشكلها بإبرة، وبتاخد صفرات الكلاب وتاخد منها حاجة، والكلاب بتخليها تروح لكرويلا عند نفس المكان اللي قتلت امها فيه، وبتبعت الكلاب عندها علشان يقتلوها، وبتلاقي الكلب مش بيعمل حاجة. كرويلا بتعرفها انها عارفة كل حاجة، واصدقائها بيخلي المعازيم تروح تتفرج على حقيقة الاميرة، والناس بتخرج وبتطلب الاميرة تحضنها وبتخليها ترميها، وبتكون خطتها تظهر ان اللي قتلتها استيلا مش كرويلا، وتتحبس، وترجع كرويلا بشكلها الحقيقي، نص شعرها ابيض والنص التاني اسود، وبتكون مأمنة نفسها بالباراشوت، وبيكون في مركبة مستنياها، والاميرة اتقبض عليها بتهمة قتل، والقتيل مزيف وعايش قدامهم، وكرويلا بترجع ورث ابوها من امها، وبيكون عملوا ليها قبر، وبتشيل اسم الاميرة، وبترجع قصر ابوها، وفي الاخر بتطلع اذكى بنت بعد التنمر عليها من شكل شعرها. وبكده فيلمنا النهاردة انتهى. كتب ومنتج منتصر كمال الدين، اعداد وتقديم عمر عبد العزيز. سلام.